رشا كامل حرم لواء شرطة ورئيس مجلس إدارة جمعية زوجية ضباط الشرطة. بهني الشعب المصري كله ب30/6، ثورة الشعب المصري، ثورة الشاب والأم والست والراجل والكبير والشيخ والصغير، لأن دي شعب ثورة شرف وعزة وكرامة. بتمر عليا الأحداث، كان أيام فترة 30/6 دي كان جوزي لسه عقيد شرطة، كان بيشتغل في المتحف المصري في ميدان التحرير، وطبعا المكان ده كان في الفترة دي من الأماكن الملتهبة، كان من ضمن قوات التأمين المتحف المصري. كان يعني أنا أفتكر كمان أيام الأحداث، كان موجود في المتحف المصري من يوم 25 يناير 30/6 وهو كان في المتحف المصري. أنا دكتورة هالة التبعي في مستشفى الشرطة، وجوزي لواء شرطة وأولادي ضباط شرطة. شفنا أيام عصيبة جدا، وطبعا كل الشعب كان شايفها، والحمد لله جت 30/6 والحمد لله. يعني ده كان ثورة شعب، وكلنا نزلنا لأن احنا شفنا من الإخوان الإرهابيين دي بالذات. أنا شفت أيام سيئة جدا 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 بالنسبة لجوزي وولادي. أنا يعني كنت بستنى إن التليفون يضرب أطمن، أستنى إن هم يرجعوا كل يوم، مش مصدقة إن حد فيهم هيرجع. كان ابني في اسم الخليفة طبعا، الاسم تولع بيه. ابني كان في أمن مركزي، كان في التحرير، بيحرقوا المجمع الطبي طبعا، كان بيرموهم بالمولوتوف، بيرموهم بالأزايز، بيضربوهم بالطوب. وبعديها سافر سينا، اتضرب عليه نار طبعا من الإرهابيين برضو. طبعا مفيش اتصالات، وسائل الاتصالات كلها مقفولة، مفيش تليفونات أعرف أطمن عليهم. قاعدة قدام التلفزيون أسمع خبر كل يوم وفاة ضابط. أنا مروة البغدادي، زوجة اللواء عادل فاروق مهند. عايزة أحكي لكم عن كم الضغط النفسي والعصبي اللي كنا عايشين فيه في الفترة الصعبة دي، كم التنمر اللي تعرض بيه أولادنا في المدارس، كم الحكايات اللي ممكن كل واحدة فينا تحكي لكم فيها قصة. كان الضابط محطوط تحت ضغط نفسي شديد جدا. الضغط النفسي ده كان بينعكس على أسرته طبعا، إحنا وأولادنا، ده غير التنمر اللي كانوا أولادي بيتعرضوا ليه في المدارس، يعني بأسباب غير مفهومة أو غير معروف. كنا كل يوم بيخرج فيها الضابط من بيته، ما بنبقاش عارفين هو هيرجع تاني ولا لا. لكوا أن تتخيلوا كم الضغط النفسي والعصبي والتأثر اللي كنا بنعيش فيه كل يوم. أصعب موقف حصل لي إن ابني حسام كان في الأمن المركزي، راح مأمورية سينا، وطبعا كان الاتصالات صعبة جدا. ما صدقت إن هو في مرة عرف يتصل، فقال لي يا ماما اطمئني أنا كويس. فقلت له طب الحمد لله بطمني عليك. سمعت بقى اقفل يا ماما اقفل يا ماما وصريخ وضرب نار. طلع إن الإرهابيين دول ضربوه بقذيفة RPG، طيرت المدرعة اللي هو كان راكبها. فضلت بقى بتاع 3 أيام طبعا مفيش أي اتصالات، مفيش أي حاجة. فعلا بجد كانوا 3 أيام صعبين جدا. الناس بقت تجيلي عشان تعزيني لأنه انقطع الكلام والصلة خالص. وفعلا أنا خلاص يعني لما معرفتش أوصله ولا الشغل بيرد عليا ولا أي حد بيرد عليا، أنا خلاص يعني احتسبت شهيد عند ربنا. والناس بدأت تيجي وتعزي وكده، وفين وفين لما بعد 4 أيام أو 5 أيام كده بدأ صوته يعني يكلمني وكده، وبدأت أطمن عليه الحمد لله. وكان في إصابات جامدة قوي بس الحمد لله، يعني الحمد لله عدت على خير الحمد لله. بجد ثورة 30 يونيو دي أنقذتنا من حاجات كتير جدا جدا جدا، وأنقذت الشعب وأنقذت الشرطة وأنقذت الجيش وأنقذت يعني أنقذت البلد كلها من مصايب كنا داخلين فيها. وطبعا ده يرجع للسيد الرئيس إن هو قال لنا انزلوا، وفعلا نزلنا ولبينا طلبك، والحمد لله الحمد لله وشكرا ومرسي وكل سنة وانتم طيبين. شكرا. من أصعب الفترات اللي مرت علينا في الفترة دي هي فترة الإخوان، لأنه زوجي كان ليه أخ شهيد وقتل على يد الإخوان. فأنا ما أفتكر كلمة قوي قالها لي أول ما مرسي اتعين، قال لي لأول مرة في حياتي حسيت إن حق أخويا ضاع. طبعا معروفة إن مرات الضابط لازم يبقى عندها تحفظات ولازم تكون حذرة في كل تصرفاتها بطبيعة زوجها، يعني شغل زوجها. فالحقيقة أنا لما قلت لزوجي إن أنا عايزة أنزل وعايزة أيد الرئيس السيسي وعايزة أشارك الناس في الحدث ده، قال لي أيوة انزلي، أنت لازم تقومي بواجبك الوطني، خدي الولاد معاكي
علشان خاطر يأدوا واجبهم تجاه بلدهم، ما حدش له دعوه بيا. وقد ايه كنت سعيده، قد ايه دعمني ان احنا نخطو خطوه حلوه لبلدنا، والحمد لله تمت وعلى خير وكلنا سعداء وفرحانين. في فتره بتاعه الاخوان لما مسكوا الحكم كان طبعا الامور في الوزاره كده مرتبكه، وكان مثلا لسه في سجون بتتظبط واقسام بتتظبط. كان هو اعتقد فتره شغله في الفتره دي في سجده 15 مايو، وكانت الدنيا مرتبكه، ما كانش في استقرار، وطلع الضباط الملتحين، وكان في كذا حاجه كده يعني حتى نفسيا بتخلي الضابط مش قادر يؤدي عمله بسبب ان نفسيتهم تعبانه. فما كانش في يعني حاجات، في حاجات برضو كانوا بيتعرضوا ليها غصب عنهم ومهاجمات، لان انتوا عارفين ان مبدئيا كده الاخوان ما كانوش بيحبوا الضباط يعني. فكانوا طبعا اكيد بيتعرضوا لحاجات كانت بتخوفنا احنا طبعا جدا جدا يعني. هم كانوا بيقابلوها بشجاعه وبصدر رحب، لكن احنا بناخدها طبعا بمحمل تاني، ان احنا بنخاف وبنبقى متوترين وخايفين على الاسره والبيت والضابط نفسه. في ذكرى 30/6 بشكر كل ضابط مصري، كل عسكري مصري، كل اصغر فرد في الشرطه المصريه. بقول لكم احنا بيكم ومعاكم وهنفضل في ظهركم على طول مهما حصل ومهما جرى. اولا عشان خاطر انتوا وقفتوا وقفه كويسه قوي لبلدكم، وانتوا الظهر والامان والامن لبلدنا، واحنا كمان كاسر محتاجينكم جدا. وكل سنه وانتوا طيبين بمناسبه 30 يوم. كلنا كنا فرحانين ان بلدنا رجعت تاني، ان بلدنا قدرت، رجال القوات المسلحه والشرطه قضوا على الإرهاب الأسود، إن ربنا كرمنا بقيادة وناس بتحب بلدها، حطينا أيدينا في أيدين بعض. يعني هو كان موجود برضو في المتحف بيحمي مكان شغله وبيحمي آثار بلده، وإحنا كنا في ميدان التحرير أنا وبناتي وكل أهالينا، يعني كنا يعتبر قاعدين مقيمين في المكان عشان نقول لأي عدو لا، إحنا مصريين، إحنا مش هنسيب بلدنا، مفيش إرهابي عدو هيدخل تاني في بلدنا ولا يحتل بلدنا. جت بعد 30/6 على طول لما فوضنا رئيس السيسي، كان ساعتها وزير الدفاع، فنزلنا فوضناه وادينا له الثقة والأمن والأمان إن هو يحمي البلد. ساعتها الجماعة الإرهابية هددوا ضباط الشرطة، وهددوا بالأخص ضباط الشرطة، لأن الحمد لله قدروا يتعافوا وينزلوا ويحموا البلد بسرعة يعني رهيبة، ده ولائهم وحبهم لبلدهم. هددوا ضباط الشرطة ان هم هيحرقوا بيوت ضباط الشرطة وهيغتصبوا بيوتهم وهيشردوهم، وده كان طبعا كنا خايفين جدا، لأن أزواجنا كلهم كانوا وقتها في الشارع بيحموا بلدهم وبيحموا المنشآت بتاعة الدولة، فكانت كل زوجة بأولادها هي لوحدها اللي في الشارع. فكان طبعا القلق كان، وفي فعلا بعض الأماكن لبيوت الضباط حاولوا ان هم يتهجموا عليهم، بس الحمد لله الزوجات زي ما هم الضباط زي ما هم رجالة، كانوا سايبين رجالة في البيوت قدروا يحموا بيوتهم وأولادهم. كل سنة وشعب مصر كله بخير، كل سنة وجيشنا وشرطتنا وكل بلدنا يا رب بألف خير وفي أمن وأمان، ودايما المصريين إيد واحدة.